على الرغم من قلة المساعدات التي وصلت إلى الشمال السوري المنكوب بالمقارنة مع الكميات التي أرسلت إلى مناطق سيطرة النظام، ورغم ضعف الإمكانات على مختلف الأصعدة في ذلك الشريط الحدودي الذي يعاني منذ سنوات، إلا أن كثيرين يعتبرون أن وضع السوريين المتضررين من كارثة الزلزال هناك أفضل بكثير من أوضاع أشقائهم المقيمين في جنوب تركيا. في الشمال السوري الذي شهد مشكلات في معالجة الكارثة وآثارها، بل وفساداً ببعض المناطق والأحيان وضعف أو قلة خبرة وسوء إدارة، لكن إجمالاً كان هناك حضوراً للجهات الرسمية أو المنظمات والمؤسسات غير الحكومية، ناهيك عن التكافل الاجتماعي الكبير الذي كان عنوان المرحلة بامتياز. لكن في تركيا فإن السوريين المقيمين في الولايات التي ضربها الزلزال كانت معاناتهم مضاعفة بكل أسف، فمن جهة لم يعاملوا معاملة المواطن التركي لأنهم ليسوا أتراكا، ومن جهة أخرى وهنا قضية البحث ومسألتها اليوم، لم يجدوا جهة سورية تقوم بعبئهم أو يلتجئون إليها لتساندهم في هذه المحنة إلا ما ندر. يقول أحد الصحفيين السوريين في تركيا إن العديد من المنظمات والمؤسسات الإغاثية قامت بحظره خلال الأسابيع الماضية فقط لأنه كان يطلب منها التحرك لمساعدة عوائل سورية في مناطق عمل هذه المؤسسات والمنظمات غير الحكومية. للأمانة بعض هذه المؤسسات والمنظمات تبين أنها خلبية ومجرد حبر على ورق، فضحها الزلزال وكشف حقيقة أمرها وأمر القائمين عليها باعتبارهم كانوا يبحثون عن دور أو رزق، لذلك أغلقوا هواتفهم ومكاتبهم إن وجدت مكاتب أصلا، وتواروا عن الأنظار حتى لا يطلب أحد منهم شيئا. لكن بعضها الآخر فضحت كارثة الزلزال الفساد الذي يعشعش فيها والمحسوبية والارتزاق والتنفع الذي يحكمها. منظمات إنسانية لم تقدم أي قرش أو سلة طعام أو حتى علبة مياه لسوري نجا من الزلزال، ومؤسسات إغاثية قدمت كل إغاثتها لأبناء العم والخال والخالة والإخوة والأخوات، بينما تركت أولاد الناس يموتون من البرد والجوع والإهمال. وهنا ردها علي إن استطعت، تقول هذه المؤسسات، فمن يستطيع أن يثبت فسادها طالما أن لديها الأوراق والثبوتيات التي تؤكد أنها وزعت ما في مستودعاتها وخزائنها بالفعل، وطالما أنه ليس لدينا لا إحصائيات ولا بيانات توضح حال كل سوري وتقرر بالفعل ما إذا كان محتاجاً وطبيعة هذه الاحتياجات. هنا سنصل إلى مؤسسات المعارضة السورية الرسمية في تركيا. ما الذي قدمته للسوريين في هذه الكارثة؟ ما الذي فعلته لمساعدتهم؟ ائتلاف لديه مكتب اسمه مكتب خدمات السوريين، ولجنة سورية تركية مشتركة، وممثليات للائتلاف اثنتان منها في مناطق الزلزال، ناهيك عن مؤسسات أخرى ليست متفرعة عن الائتلاف لكنها تقول إنها تمثل السوريين وتعمل من أجل مساعدتهم كمجالس الجالية وغيرها. فأين هي؟ وماذا فعلت؟ هل قدمت حتى إحصائية بعدد السوريين المتضررين وتوزعهم واحتياجاتهم؟ هل منحت هذه المؤسسات السوريين المنكوبين أي مساعدة أو قدمت لهم أي خدمة أو سعت في تسهيل أمورهم على الأقل؟ ما الذي استفاده السوريون من عشرات المؤسسات ومئات المنظمات التي تحمل اسمهم وتدعي العمل لأجلهم إذا كانت قبل الزلزال عاجزة وبعد الزلزال غائبة؟ ما اضطر الأقارب الميسورين والجمعيات الخيرية الممولة من بعض التجار والصناعيين السوريين للتدخل بما أمكنهم، أو ألجأ الوجهاء وأصحاب العلاقات للتواصل الشخصي مع البلديات والجمعيات التركية طلبا للمساعدة؟ إلى من يلجأ السوري الذي ليس لديه أقارب ولا مال في تركيا؟ من يمكن أن يساعده إذن والحال كذلك؟ وما الذي يتوجب علينا فعله الآن للمحاسبة؟ وهل يمكننا أصلا المحاسبة؟